السلام عليكم. المنتخب التونسي حرم روحه من خدمات مدرب. الوقت الراهن مش مشكل، ما نقولوش مدرب كبير، لكن صاحب مشروع كبير. المنتخب التونسي اللي حرم روحه من خدمات المدرب مهدي النفطي بعد ما جدد ثقته في المدرب وفي الناخب الوطني جلال القادري. مهدي النفطي اللاعب السابق للمنتخب التونسي، المدرب السابق ليفنتي الإسباني، رسميا يتعاقد مع فريق الوداد المغربي. النفطي اللي وافق على تدريب الوداد المغربي ما نتصوروش ما يوافقش على تدريب المنتخب التونسي. مهدي النفطي كمدرب ما نتصوروش انه باش يكون أسوأ من جلال القادري، لكن اللي متاكدين منه كجماهير للمنتخب انه مهدي النفطي ما يوافقش رئيس جامعه يدخله في خدمته. وللاسف الشديد رئيس الجامعه التونسيه لكره القدم وديع الجري يتدخل في خدمه المدربين، وكيف كيف للاسف الشديد جلال القادري يرضى شكون يدخله في خدمته، المهم يقعد على راس المنتخب التونسي. هنا نجموا نتسائلوا علاش المسؤولين المغاربه عارفين قيمه المدرب التونسي، علاش المسؤولين التوانسه مش عارفين قيمه المدرب التونسي. مسؤولي الوداد المغربي عرفوا قيمه فوزي البنزرتي، رئيس الجامعه وديع الجري ما عرفش قيمته واقالوا. مسؤولي الرجاء المغربي عرفوا قيمه لسعد جرده، لسعد جرده اللي قدم له رئيس الجامعه وديع الجري عارض باش يكون مساعد جلال القادري واللي اكيد قبل بالرفض. مسؤولي مره اخرى الوداد المغربي عرفوا قيمه مهدي النفطي، رئيس الجامعه ما عرفش قيمته بما انه جدد عقد وجدد ثقته في جلال القادري. بعد نوليو نتسائلوا علاش الانديه المغربيه متواجده في مسابقه الكاف والتشامبيونز ليج على عكس الانديه التونسيه بخلاف الترجي الرياضي. علاش المنتخب المغربي يوصل بعيد؟ علاش المنتخب المغربي ينجح في ملفات اللاعبين المزدوجي الجنسيه على عكس المنتخب التونسي؟ تو سامبلومون الجواب واضح وصريح، المسؤولين المغاربه أذكى من المسؤولين التوانسة. المسؤولين المغاربة عندهم رؤية مستقبلية، رؤية العشر سنين القدام، على عكس المسؤولين التوانسة اللي رؤيتهم حدها حد صباتهم. اللاعب المغربي عمره ما كان أفضل من اللاعب التونسي، عمره ما هو باش يكون أفضل، لكن المسؤول المغربي أفضل من المسؤول التونسي. وننهيو الحلقة، الحلقة القصيرة على غير العادة، بالخبر اللي نزل في موقع نسمة سبور المنسوب لقناة نسمة. الخبر يقول وستهام الإنجليزي إشبيليا الإسباني قدموا عرضهم المالي لفريق كولن الألماني من أجل الظفر بخدمات الياس الصخيري. إلى حد الآن الخبر عادي جدا، بما أنه الياس الصخيري قرب لنهاية عقده راك باش تسمع بأندية ترغب في خدماته أفضل وأقوى وأشهر من وستهام وإشبيليا. أما وقتاش معاش النجم نصدقوا الخبر؟ وقت اللي قناة نسمة المصدر متاحة صحف عالمية. شكوني هالصحف؟ الله أعلم، اسأل قناة نسمة. قناة نسمة اللي تقول وستهام الإنجليزي وإشبيليا الإسباني قدموا عرض قيمته 10 مليون أورو لظفر بخدمات الصخيري. يعني كان صحيفة سكاي سبور العالمية تقول فريق كولن طالب مبلغ قيمته ما بين 3 و 4 مليون أورو من أجل التخلي على خدمات الياس الصخيري، وقناة نسمة تقول لك فريق وستهام وإشبيليا قدموا مبلغ قيمته 10 مليون أورو لكولن وإلى حد الآن مازال ما ثم حتى شيء. يعني ملاعبي فانت كونترا الصيف الجاي باش يمشي على كولن ببلاش ويعطيوها مبلغ قيمته 10 مليون اورو، واداره كولن الى حد الان مازالت تفكر. لذا العرض الوحيد الى حد الان المتقدم لياس الصخيري واللي مصدره المدير الفني لفريق كولن هو بروسيا دورتموند اللي قدم عرض لياس الصخيري او مفاوضات بينه وبين لياس الصخيري بموجبه ينتقل الصخيري الفريق بروسيا دورتموند بعد ما ينتهي عقده مع فريق كولن، يعني ينتقل انتقال حر. في نهاية الحلقة ما نجمو كان نقولوا حظ موافق للمنتخب التونسي، حظ موافق للاعبين الدوليين، حظ موافق لياس الصخيري، حظ موافق المهدي النفطي مع تجربته مع فريق الوداد المغربي. إن شاء الله في المستقبل نلقاو مهدي النفطي مدير فني للمنتخب التونسي أو ناخب وطني. حظ موافق للاعبين الدوليين في البطولة الوطنية في دوريات أوروبية بالطبيعة، وكل عادة دوريات الخليج الدوري المصري لا باستثناء محمد الضاوي كريستو اللي انتقل حديث الفريق الأهلي المصري. في الختام البياري ما تبقى كمش يقولكم تحية تونس، تعيش تونس، كلنا تونس وسلام.